نقدر نقول ان عصام الحضري تألق في اول مهمه ليه، يعني اول مهمه كبيره ليه مع المنتخب كمدرب لحراس المرمى؟ طبعا الكريدت بيروح لكله حته، بس هي حته الازازه دي والكلام ده كده يعني انا كنت ممكن تتعامل بطريقه ايه اكثر احترافيه يعني الازازه والكلام ده، الكلام ده بقى له 10 15 سنه، ويعني انت عارف زي لما يكون داخل امتحان وانت مذاكر كويس قوي، يعني انت بيقعد مع المحلل بيدي له شوف كل لعيب بيشوط بيجيب له اخر مثلا 15 بلانت شاطه مثلا او 10 بلانتات شاطه، ويعرف البادي لانجوس لو هو بيتحرك منين هيروح فين، لو هو جاي من الناحيه ده هيشوطها فين، وبيحفظه يعني مذاكر. ما تبقاش مذاكر كويس قوي واخد معاك برشام وتتمسك بالبرشام، فاهم قصدي؟ في ورقه صغيره كده الكلام ده بتاع، وكانت ممكن تجيب دي لملفتة للنظر، ما اعرفش ايه اللي حصل والشو ما اعرفش، بس طبعا اجمالي كله الكريدت كله طبعا بيروح للجهاز كله واللعيبه كلها، ما حدش اثر من الجهاز، ما حدش اثر من اللعيبه انك توصل النهائي شيء طبيعي. هي حاجه بس انا كنت مبسوط جدا وفرحان جدا، انا اول مره كريم تعافى معاك بفتح قلبي يعني، اتفضل يا فندم. طبعا بعد ماتش الكاميرون حسيت بنبض في قلبي كده، يعني خبرتي انا مثلا مع ميجر ليج سكر مع جالاكسي خمس فاينل، خمسه فاينل كنا بنوصل ان قبل النهائي وما بنكسب ونروح الفاينل، كان يعني انا شفت احتفالات في الملعب، احتفالات في اوضه اللبس، احتفالات في الاتوبيس، احتفالات في الفندق، وقبلها بيوم الكاميرون لما سوري السنغال كسبت الماتش اللي وصل النهائي ما كانش في بوركينا. اي ماني راح سلم مع المدرب وقعد ودخلوا ما سمعتش حاجه عنهم خالص، قفلوا عن نفسهم ما سمعتش حاجه، لقيت احنا مصر كنا خلاص البطوله خلصت احنا كسبناها، فده كان ساين ما كنتش، فانا اللي حصل ما كنتش مستغرب له، كنت خايف منه واللي خايف منه حصل، ان احنا خسرناه بسبب يعني بلانتد شوت بتاع، بس برضو بنتعلم ادي خبرات وبنتعلم منها، ولاعيبه صغيره عندنا بنتعلم منها، ما نحتفلش الا لما نكسب، لما نكسب والبطوله خلصت وخدناها نبقى نتجنن زي ما احنا عايزين نعمل. طيب قبليها كنت شايف طيب كابتن زكي، عايز اسالك على حاجه، هي ذكرى مش عظيمه بس برضو ناخد النصيحه منها.